صاروخ ليفانت المطور من روكستان يظهر لأول مرة في معرض الدوحة ديمداكس. الصاروخ التركي يضمن الدفاع الجوي على الفرقاطات والبوارش وأيضا الغواصات. أن يكون العرض الأول في قطر رسالة سياسية، لكن الأهم أنه خارج كل حلول وصواريخ وذخائر روكستان. إنه تطوير غير مسبوق. إن الصواريخ المضادة جوا في المياه يكشف أن المدى هو 11 كيلومتر، ووزن الرأس الحربي يصل إلى 70 كيلوغرام، ومن طراز 128 ملم مع شبكة أشعة حمراء للصور IIR. ليفانت طور من سونغار، وهو يوجه عبر حرارة الهدف RF قبل التوجه عبر موجات الهدف نفسه. تقول الصحف اليونانية الأتراك يحاولون أن يجعلوا الحصار الأمريكي منذ مدة على صواريخهم للدفاع الجوي أمر غير ناجع، أمر من دون أثر. فالصاروخ المطور من أنقرة جاء بفعل الضرورة، لأن صواريخ الدفاع الجوي القصير المدى على البحرية الأمريكية بعد الحصار الذي قررته أمريكا منع من الوصول إلى أنقرة. على سبيل المثال، الأتراك أنشأوا فرقاطات من طراز ملجم مجهزة بمنصات إطلاق من صناعة ألمانية للصواريخ الأمريكية المخصصة للدفاع الجوي ريم 116، والأمريكيون منعوا بيع هذه الصواريخ ريم 116 لتركيا، وأنقرة وجدت نفسها مضطرة لتطوير صاروخها البحري القصير المدى. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. مع منع الصواريخ الأمريكية الموجهة أساسا للدفاع الجوي عن كل البحرية، عن الفرقاطات وأيضا بعض المدمرات، فإن الإطار الذي عملت عليه تركيا في ملجم على وجه دقيق حرم أن ينقل إليه الصاروخ ريم 116 الأمريكي المصنع ألمانيا، وكانت ستزود به ملجم. هذا المنشأ البحري الغير المسبوق الذي أحدثه أساسا الأتراك. عارض الأمريكيون مثل هذه الصناعة أولا، ثم بعدها مباشرة منعوا وبشكل مباشر أن يبيع الألمان هذه الصواريخ الأمريكية المصنعة ألمانيا إلى تركيا. فأصبح واضحا أن الأمر يتعلق بحصار. من وراء هذا الحصار؟ أول من قرر هذا الحصار هم الإسرائيليون. إذن الضربة الموجعة المؤلمة لليفانت وفي قطر وأمام هذه الخطوة الإسرائيليون، لأن الإسرائيليين الآن يرغبون في أن يكونوا قوة إقليمية بحرية هي التي تحمي المشاريع بين قوسين الإماراتية في إدارة الموانئ وإدارة البحرية إلى آخره. كانت الضربة موجعة من جهتين. الضربة الأولى الأساسية للغاية، عدم جعل ميناء غزة هاما للغاية إلا بما يوازي تماما حصول تركيا على أهم قاعدة في شمال قبرص. إذن مسألة شمال شرق المتوسط أساسا وعبر ميناء غزة حاول أن ينسفها التركي من خلال الدولة الضامنة، من خلال دعوة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ترسيم الحدود البحرية مع تركيا. كل هذه الإجراءات تمت من أجل تأمين غزة. بعد 7 أكتوبر أصبح الوضع مختلفا، فأصبحت هناك إحاطة بشكل كامل بالنسبة لغرب ليبيا وأيضا شمال قبرص، وخصوصا
التوقيع على قاعدة عسكرية متقدمة للآف 16 في شمال قبرص. إذن لدينا الانهزام الأول لإسرائيل في ميناء غزة، والآن لا تزال الحرب حول غزة حربا إقليمية ضد إسرائيل، وهذا وضع قائم في لبنان وفي العراق وأيضا في باب المندب. فكانت الخسارة الأساسية لإسرائيل في غزة مقارنة مع معادلة الشرق المتوسط، ثم أصبحت هناك عدم تمكن أمريكي بريطاني إسرائيلي من تأمين الشريان البحري عبر باب المندب، فكانت الكارثة الثانية. ثم الكارثة الثالثة، انطلاقا من هرمز وأمامنا الإمارات التي تسعى بشكل واضح جدا إلى السيطرة على كل البنيات البحرية، كانت موانئ، كانت قواعد عسكرية بحرية، كل هذا أراد من خلاله الإماراتيون هذه السيطرة، وأرادت إسرائيل أن تكون القوة العسكرية الحامية لهذه المشاريع الاقتصادية. فكانت المشاركة الإسرائيلية في حرب اليمن الآن ترد اليمن على إسرائيل وبشكل قاس جدا، تضرب إسرائيل في إيلات وتضرب بعد إيلات تصل إلى حيفا. إذن أمامنا هذه الخسارة الإسرائيلية التي تبدأ من الصواريخ التي أرادت الحصار عليها، وألا يتمكن التركيين من الصواريخ الأمريكية، المضادات الجوية، المواجهة نحو الصناعة البحرية التركية. فإسرائيل هنا تدعم بشكل قياسي الإمارات، فيما هنا تحاول أن تنسف الصناعة البحرية لتركيا، وخصوصا بالنسبة لمشروع ملجم وغيره من المشاريع. إذن هناك حصار أمريكي على الصواريخ 128 ملمتر وغيرها من الصواريخ وكمضادات جوية لصالح البحرية. إذن هناك خسارة استثنائية، والرسالة أتت من الدوحة ليتأكد للجميع أن المشاريع التي تنتمي إلى إسرائيل ستخسر، لأنها خسرت مع ليفانت ومع الأمريكيين أيضا، والحصار الأمريكي على تركيا فشل، وبعد فشله في قضية المضادات الجوية البحرية لصالح الفرقاطات وغيرها من وسائل الإطلاق والمنصات البحرية، فإن هناك أيضا صعوبة كبيرة للغاية في التصنيع البحري الإسرائيلي المهزوم الآن. الآن إسرائيل لا تستطيع أن تصنع على مستويات متقدمة في سلاح البحرية. وثالثا، فإن سلاح البحرية الذي يؤمن مشاريع استراتيجية ليس هناك شيء هام يمكن الاعتماد عليه الآن، فيما نجد في الاتجاه الآخر أن هناك تركيا التي ربحت في سنة واحدة بشكل متقدم 10 دول، وأيضا التقنية اليوم لروكستان تتجاوز أكثر من 14 شركة. هذا معناه أننا أمام صورة أخرى للتحدي لهزيمة إسرائيل وهزيمة الحصار الأمريكي الذي تقرر بشكل مباشر. نحن لا نتحدث عن قرار غير واضح، هناك قرار مباشر لمنع ريم RIM 116 كمضادات جوية للسفن والبوارج. لنجد أن هناك اليوم تجاوزا للحظر الأمريكي، تجاوزا لما قرره الإسرائيلي، تجاوزا للمخطط في الشرق المتوسط، وأيضا أمام ما حدث من هزيمة لإسرائيل في ميناء غزة، إيلات، وفي باب المندب. في كل هذه النقط هزيمة إسرائيل وحلفائها في المنطقة، وهذا الذي جعل من ليفانت
تحدي حقيقي أعلنه من داخل الدوحة كرسالة هامة جدا بأن خسارة البحرية الإسرائيلية خسارة منكرة غير مسبوقة، وستكون بكل تأكيد اليوم امتياز إيجابية عالية لصالح البحرية المصرية التي تتجاوز اليوم وبشكل كامل كل البحرية الإسرائيلية. هناك موازين قوى نراها لصالح مصر على صعيد البحرية في مقابل إسرائيل، هناك فجوة تصنيعية وفجوة أدائية على صعيد الأداء وعلى صعيد العملاني مقارنة ما بين البحرية التركية وما بين الإسرائيلية. أما بالنسبة للاتجاه الآخر، القوة الصاروخية والقوة المدمرة لإيران على الصعيد البحري أظهر كفاءة استثنائية عبر اليمنيين، وهذا الذي يعني أن إسرائيل جرى خنقها في واقع الأمر جيوسياسيا، لا يمكن أن تتحرك مع حركة القوى الكبرى ومع حركة الجوار أيضا أمام ما حدث في حرب غزة. حرب غزة تعيد رسم الخارطة، والآن بحضور ليفانت الأمر أكبر من حسابات عادية. الآن كنا نعرفها، واليوم تركيا تحرق الورقة الأمريكية والإسرائيلية دفعة واحدة من ميناء غزة وأيضا إيلات وإلى باب المندب، ومن ثم إلى الشراكة مع باكستان والشراكة المباشرة اليوم أمام القوى الصاروخية المدمرة لإيران، وثانيا القوة التصنيعية للفرقاطات والمدمرات والغواصات على صعيد تركيا. فهناك قوة هجومية صاروخية ودفاعية متمكنة من جهة، وأيضا في الاتجاه الآخر هناك قوة تصنيعية على صعيد الفرقاطات وغيرها، بما يواكب تماما أن التحالف الإيراني التركي عاصف بشكل كامل بأي سعي إسرائيلي قادم. هنا سقط الحظر الأمريكي بشكل مباشر، أردوغان ينتصر على هذا الحصار اليوم وانطلاقا من الدوحة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.